للحديث عن ملف التعويضات لمتضرري المحافظات العراقية المنكوبة والتسويف الحكومي وصفقات فساد التي تشوب هذا الملف، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، بداية مرحبا بك. 8 سنوات عجاف أخرى مرت على العراقيين خصوصا في المحافظات المنكوبة، ما الذي يؤخر إغلاق ملف التعويضات؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام، ومن خلال منبركم أحيي أبطال المقاومة الوطنية الفلسطينية البطلة. المجد والخلود لشهداء فلسطين، والاندحار المؤكد لدولة الكيان الصهيوني قتلت الأطفال والمدنيين. حياكم الله. بالنسبة لسؤالك سيدي الكريم، إن هناك إجراءات تتخذها هذه السلطة من أجل عرقلة كل الأمور التي تتم وفق الوعود والبيانات، وبتقديري أن هذه الوعود كانت ولا زالت كل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال منذ عام 2003 ولم يجري تنفيذها، ولذلك لا يعول على هذه الحكومات أن تقوم بهذا الدور نتيجة الفساد المالي والإداري. ولذلك أن هناك عددهم غير قليل من أصحاب المنازل المتواجدين في مدينتي الموصل والأنبار، وجرى تخريب هذه المدن أثناء الحرب التي جرت، وبسبب من داعش لم يجري التعويض لآلاف العائلات. دكتور محمد، هذا التأخير التأخير يعني ملف إعادة بناء المحافظات المدمرة، لماذا دائما ما تقول الحكومات المتعاقبة الحكومة تلو الأخرى وخصوصا بعد العام 2017 بأن هذا الملف هو أولوية؟ لماذا تقول أنه أولوية في حين يعني لا نرى أنه أولوية؟ المدينة مدمرة والأمور كلها معطلة. باعتقادي أن هذه دعاية لا تؤخذ بنظر الاعتبار أمام الرأي العام العراقي، لأن وعودهم كلها كاذبة ولا تنفذ بالشكل المطلوب. ودليل على ذلك أن الموازنة التي أقرها البرلمان وحكومة السوداني جاءت بوفق بنود معينة، وهي زيادة المالية لهذه المحافظتين التي يجب تعويض ما جرى من تدمير لها. ولحد الآن لا توجد أي بصمة أو سبيل من أجل إعادة الإعمار بالنسبة للمدارس والمستشفيات والطرق والجسور والأبنية الخاصة لدى سكان هذه المدينتين. هذه كلها مواعيد لا تقدر أي شيء من قبيل أنه قدمت، ولذلك إنما يقال أنها إذا جرت تعويض لهذه المنازل وسكانها يجب أن يكون هناك فترة زمنية طويلة، لأنه الفساد الإداري والمالي وتدخل هذه الفصائل والقوى الحزبية من أجل التغيير الديموغرافي لهذه المناطق كلها تلعب دورا أساسيا من أجل عرقلة بناء هذه المدن التي هي تستحق العناية من قبل حكومات وطنية لها بصمة جيدة في اتجاه تنفيذ هذه المهمات. هناك وعود من حكومة السوداني بإنهاء معاناة آلاف العائلات التي تنتظر العودة، مع الإعلانات المتكررة للحكومة بتحقيق نجاحات غير مسبوقة، ولكن بالتطرق إلى قانون التعويضات وصندوق إعادة الإعمار، مع يعني ذهاب هذه الوعود كلها مع الريح، ما مدى الشفافية المالية لهذا الصندوق؟ نتساءل دكتور عن صندوق إعادة الإعمار، يعني ما مدى حقيقة
الاتهامات للقائمين عليه ومجالس المحافظات بارتكاب جرائم فساد إلى الآن؟ أنا بتقديري أن هذا الصندوق يهيمن عليه شلة من الفاسدين، ولذلك لا يعول أنه هؤلاء ممكن أن يقدموا شيئا لهذه المدينتين في اتجاه دفع المبالغ المعنية أو اللازمة من أجل إعادة إعمارها، ولذلك أنه هناك شلة من المهيمنين على هذه الصندوق هذا المالي، ويجب أن نجد حلولا مرضية ومقبولة أن تتواجد عناصر وطنية مخلصة، حتى أنه محافظ الموصل أعلن أنه لحد الآن لم نستطيع تنفيذ أي مشروع في البلد لأنه لا تتوفر المالية اللازمة، فكلهم يقولون أنهم يدفعوا باتجاه هذا الصندوق الذي هو صندوق أساسي بالنسبة لإعادة الإعمار في المدن المخربة التي خربتها الحرب. نعم دكتور، في ذات الوقت ومع تعطيل ملف التعويضات، يعني كثير من العائلات أكدت نيتها، يعني أنها تريد أن تبني بيوتهم بأنفسهم ويريدون العودة حتى للعيش في مناطقهم وبيوتهم المدمرة، ولكن كيف يمكن إذا رضوا بقبول بهذا الأمر، كيف يمكن القبول حتى الآن بتولي الميليشيات السيطرة على الكثير من المناطق؟ إلى أي مدى هذا يعتبر عقابا جماعيا؟ باعتقادي أن سيطرة الميليشيات على هذه المناطق هو عبارة عن تأكيد لتغيير ديموغرافية هذه المنطقتين بتجديد أو بالأحرى وجود عناصر غريبة من المنطقتين من أجل إيجاد نفوذ لهذه الميليشيات، وبذلك يجب أن نجد أن الحل الأوحد لهذه القضية وهو أن تصرف هذه المبالغ التي خصصت لهم بضغط من قوى وطنية وناس مخلصين متواجدين في مدينتي الموصل والرمادي من أجل بناء منازل الآخرين التي تهدمت، وبعودتهم هم لجذورهم، لأنه هذه هي مناطقهم ويجب أن لن يتخلوا عنها لهؤلاء. شكرا جزيلا دكتور محمد جواد فارس من لندن، الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا.